السلام عليكم الإخوان، ونهاركم مبروك، وتحيات الخوت والحباب أينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن. تحية كبيرة خاصة مع العثمانيين والعربية الإخوان تبارك الله. كما كتشوفوا الخوت اليوم رحنا كنتواجهوا في سوق أسبوعي لحد البروج بإقليم سطات الخوت بتاريخ الإخوان 29/10/2023. وتحية أخويا هشام، اليوم راه أخويا كاين الثمن، راه ما شريت لك والو اليوم، إن شاء الله تغدى إن شاء الله. السلعة راه نهار الأربعاء خويا عاد تكون موجودة، ولا الثلاث إن شاء الله عاد تكون 16 خروف ديالك ولا 15 تكون موجودة إن شاء الله. وتحيات لخويا محمد من الكاموني، راه اليوم المليح ما كاينش وما شريتش، اللي ما عجبني حتى شي حاجة راه ما كنشريش. قلت اخويا ان شاء الله غدا من القلعة راه نقدر نشري لك ان شاء الله السلعة ديالك، سبعة الحوايج نوجدهم لك والخروف ان شاء الله، ونطلبوا الله تيسير، نطلبوا الله اللي لقينا محسب ان شاء الله. وتحيات لخوتنا وحبابنا اللي كيشاهدونا داخل الوطن وخارج الوطن، تحية كبيرة خاصة. اجيو معنا خوت تسوقوا وتشوفوا الأثمنة، وكاين الثمن الإخوان تبارك الله، هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا، راه كاين الثمن الخوت، والله يدير شي دول ديال الخير، هذا الشيء اللي كاين هو هذا. انتوما غتحكموا على الفيديو، انتوما اللي كتفرجوا، اللي قلب دار في قلب داركم الإخوان، وتحياتي لكم، وفرجة ممتعة لجميع الإخوان أينما كانوا، وكنشكر بزاف الناس اللي كتبوا كومنتير الزين، تحياتي لكم، وتحياتي نساء ورجالا أينما كنتم، ونهاركم مبروك، وتحياتي لكم، ما نكثرش بزاف، تولعوا معنا وتفرجوا الإخوان. عثمان ربي يخليك خويا يوسف، الله يعزك ليا، ربي يخليك خويا يوسف، تحياتي خويا يوسف، الله يجيب التيسير، الله يحفظك. تبارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله، ونسولو خلي عبد الجليل تبارك الله، الله يسر. سي عبد الجليل السلام عليكم، كيداير بخير؟ صحيتكم مزيان؟ هاني، شحال خلي عبد الجليل؟ 64. والمشرة شحال عبد الجليل الله يحفظك؟ المشرة 62. المشرة 62 الإخوان تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير خير، وتحياتي لخويا هشام. ها انت خويا راه 62 ثمن المشرة 3100 درهم اخويا هشام تبارك الله، 3100 درهم الثمن، راه صابح شويه اليوم زايد اخويا هشام، هادشي اللي عطى الله هو هذا اخويا، والله يسر الامور، الله يدير خير، ونطلب الله السلامه وتيسير جميع الناس تبارك الله. 62 ثمن المشرة تبارك الله، اللهم بارك، الله يسر الامور تبارك الله. سي عبد الجليل كيفاش السوق شويه اليوم؟ الله يجازيك الثمن عقب المليح ما كاينش، قليل شويه المليح، قليل شويه والله، لا ما كاينش، انا ما عجبني السوق، شو خاوك حولي لا في حولي لا في كرشي، والله يجيب السلامه ابو عبد الجليل، الله يسهل عليك. نضروا الاخوان شو دوره في السوق وتشوفوا الثمن. تبارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله، وسولوا على السلعه الاخوان تبارك الله، ديال هذا الاخر خوت دعمي. السلام عليكم، كيدير بخير؟ صحيح مزيان، يمكن الثمن متتبعين، يمكن حاجه باينه ياك، باينه ياك تبارك الله. واش من بلاصه نتايا؟ اخويا بن مسكين، نيت هنا ولد عبو، هذه شحال عطاوك هنا في السلعه هذه؟ 56. 2800 الاخوان تبارك الله، 2800. باقي عندك منها شي حاجه في الدار؟ هادو هما اللي بقاو تبارك الله، هادو هما اللي بقاو الاخوان تبارك الله، راه عنده الشارع الاخوان تبارك الله، 56. 2800 درهم الخوت، الله يبارك، والله يسر عمر جميع الناس تبارك الله، ولادهم راه عسابه تبارك الله، تبارك الله، الله يسر، الله يدير الخير. خوت كسيبه ديالكم هذه؟ كسبت ديالهم تبارك الله، بلا الرده الخوت تبارك الله. شحال درت اخو بلال؟ شحال؟ الخوت عاطينو 56 وردوك دروك 54 في السوق هذا، هو عقبو، ولكن خوك ما بغى يبيعش، مازال ما بغى يبيعش، مازال ما باغي يبيعش، واه باقا طالب رزقه، كاينه كاينه، اللهم يسر اخويا، الله يجيب السلامه. تبارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله، ونطلبوا الله تيسير، ونسولوا على السلع الاخوان. يا ولد عمي السلام عليكم. صحيح مزيان؟ الله يبارك فيك، شحال اخويا الثمن؟ 56 اخويا. 56، هذه الاخوان 56، 2800 درهم الخوت. تبارك الله، شحال طلبوا فيها البيع؟ 58. كتقول 58، كطلبوا الاخوان 58، 2900 درهم. تبارك الله. الشيء اللي عطى الله هو هذا الاخوان تبارك الله، وبنادم راه على سباب والكاميرا على الله الخوت، فهمتوني يا اخوان تبارك الله، راه بنادم راه على سباب والكاميرا على الله، وكل باب وكراه الخوت، فهمتوني، راه كل باب وكراه، راه كاين المليح وكاين كله وكيفاش، فهمتي الاخوان تبارك الله، باش ما نكثروش من الهضره بزاف الاخوان تبارك الله. راه الشيء اللي عطى الله هو هذا، هذه 56 اللي عطينا الخوت 2800، كطلب بها الخوت 58 2900، وندوروش دوره في السوق ونشوفوا الثمن، الله يسر الامور، الله يبارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله، السلعه مليحه الاخوان تبارك الله. وغنسولوا على الثمن، ولكن راه لا لا الله غتسمعوا الاخوان، الثمن راه كاين تبارك الله، هي اللي كاينه تبارك الله، اللهم يسر. السلام مدن، السلام عليكم، كيدير بخير؟ صحيح مزيان، دو شويه مزيان، كاني واكواك، ماك بتخلص عليه الهضره، بتخلص على شي حاجه، الله يحفظك. اي شحال الثمن ديال المشتري؟ الله يحفظك،
66 معك خليتكم نعطي 65 66 تبارك الله 66 الاخوان تبارك الله الثمن ديال المشتري الاخوان تبارك الله هذا 3300 درهم ولكن رغم ما نعاودوا هضره هذا حتى هو معاه ياك تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير جميع الناس تبارك الله سلعه زوينه الاخوان والثمن راه كاين الخوت الثمن راه كاين الثمن راه كاين الاخوان تبارك الله 66 الثمن ديال المشتري الخوت تبارك الله اللهم يسر والله يدير الخير والله الا مليحه خويا شال مدن والله الا مليحه تبارك الله مليحه تبارك الله هذا هو التوب ديال الكسيبه تبارك الله ما نعاودوا هضره ما نعاودوا كلام تبارك الله وندوروا دور الاخوان في السوق ونشوفوا الثمن والله يسر الامور لا لا في القرن في كلشي والله الا مليحه تبارك الله الله يبارك الخوص تبارك الله وتصوروا على هذه السلعه الاخوان تبارك الله شحال الثمن شحال ودعم الثمن الله يحفظك وي خاصين ب 61 طلع 62 هذاكم 62 تبارك الله هما المشتري الاخوان راه 61 3050 درهم وعطاهم بحال 50 درهم الخروف الاخوان بحال 62 3100 درهم الاخوان تبارك الله الله يسر الامور الله يدير خير خويا لا شاطبيين زوينين الاخوان تبارك الله والله يدير شتا هو ديال الخير الخوص هذا تا هو معاهم ياك تبارك الله هما سته والله يسر الله يدير الخير تبارك الله نطلب الله التيسير الله مبارك تبارك الله ندورش دور الاخوان السوق ونشوفوا الثمن ودعمي الله يسر يبارك الخوص الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير ونسولوا على السلعه ودعمي السلام عليكم كدير نهان صحيحه مزيان شحال اخويا الثمن الله يحفظك 51 و500 51 و500 الاخوان تبارك الله 1550 درهم 1550 درهم الاخوان تبارك الله الله يبارك الله يدير خير الله يسر امور جميع الناس تبارك الله بنادم راه على سبب وركم على الله تبارك الله السلعه الخوت راه زوينه نقيه تبارك الله ونطلب الله التيسير والله يسر الله يدير الخير ودعم الله يسهل عليك الله يجيب التيسير اخويا الله اللهم بارك الخوت الله يدير خير خويا عبد الصادق عنده جوج حوالي الاخوان تبارك الله الله يبارك الله يدير خير جميع الناس تبارك الله حوالي معنى الكلمه الخوت تبارك الله وغنصوروا على الثمن ديالهم والله يسر امور عبد الصادق السلام عليكم بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك كدير انت هاني حد وليد هذا شحال اخويا عبد الصادق؟ عطاوني فيه 87 87 اش داير في السن تني؟ هذا الاخوان اثنين خوت تبارك الله 87 4350 درهم تبارك الله ما نعاودوا هضره تبارك الله وقفه وكل شيء وقرنشط الخوت مزوق حولي راه مليح الاخوان اللي بغى النعيجات ولا شي حاجه الخوت راه مزيان تبارك الله العيب ما كاينش وراه باين راه هذاك الشيء راه واضح هو حولي راه واضح الاخوان تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير الله يسر امور جميع الناس تبارك الله حولي اخوت راه مليح راه نقي وزين تبارك الله باعوا هنا الله يسخر بقى عندك كل شيء فيه كاين والقرن زين والثوب زين تبارك الله كان عندي في الدار كان عندك في الدار شهر شهر هو عنده في الدار الاخوان تبارك الله ما عارف موالو كيقول باين ديال الصوت هذا راه هو الجيد راه هو المزيان هذا تبارك الله الله يبارك الخوت راه باقي صغير السن ديالو ثني تبارك الله 87 4350 درهم اللي معطياك تبارك الله خلي العيادك بغيتي تدوز لاخر دوز لاخر تبارك الله اللي بغى شي حاجه غنخليو الميره ديالو اللي بغى شي حاجه راه الف مرحبا تبارك الله هذا اش داير رباعي هذا لا ايوا انا نشوفه من ديبار من رباعي تبارك الله هذا رباعي الاخوان تبارك الله اللي عنده شي نعاج تا هو مزيان قرن مزوق تا هو وشاطبي زوين تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير شحال الثمن 80 والثمن عندك زوين صراحه والله الا ثمن زوين خوت 4000 درهم الاخوان اللي عاطينه الاخوان تبارك الله 21 نعجه ولا 30 راه قادر الغرض لا ولا هذاك حتى هذاك تا هو مزيان تبارك الله الله يسر امور الخوت تبارك الله مرحبا صبيبات عويناه انا خويا عبد الصادق تبارك الله الله يبارك الخوت تبارك الله اللي بغى شي حاجه الخوت راه الف الف مرحبا تبارك الله حوالا الله يبارك تبارك الله راهم زوينين الخوت بجوج تبارك الله واللي بغاهم راه مرحبا اللي بغى شي واحد فيهم راه مرحبا تبارك الله خلي الميل ديالك عبد الصادق 06 16 74 53 23 والله يسر راه السوق لحدانا قريب لينا والله ما يسر خويا عبد الصادق الله يجيب السلامه تحياتي تبارك الله اللهم بارك الخوت الله يدير خير الله يسر عمر جميع الناس تبارك الله هذا بابا حي هذا حشوي الله يحفظك الله يسر عمر الله يدير خير ونسولوا الشرق هو الاخوان تبارك الله على الثمن ديال الخوت الله يدير خير هذا
ما كنشوف المسكين في قيم صالح بزاف. كيداير الشرقاوي بخير؟ صحيح مزيان؟ الله يبارك فيك. شحال خو الشرقاوي؟ بغيتي مليون و80 من الاخر. بزاف تروح على الزمان. صافي. تبارك الله اللهم بارك الخوص. خلي زاكي. تبارك الله. الله يبارك الخوص. الله يخلي خلي يرجع صافي زاكي. تبارك الله الله يبارك الاخوان الله يدير الخير جميع الناس تبارك الله. مليون و80 الف الخوت اللي كيطلب فيهم مولاهم الاخوان تبارك الله الله ييسر الله يدير الخير لجميع الناس الخوت تبارك الله. خرفان معنى الكلمه الخوت وملاح تبارك الله تبارك الله. مليون و80 الله ييسر الله يدير الخير لجميع الناس الخوت. ندور جوج دوره في السوق ونشوفوا الثمن تبارك الله. حيد اخويا حيد شويه الله يحفظك الله يجازيك تبارك الله. المليح الاخوان تبارك الله اللهم ييسر. هادو خرفان عجبوني الاخوان تبارك الله وملاح تبارك الله والله الا ملاح تبارك الله. نضروا الاخوان شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن تبارك الخوص. هذا في جميع المواصفات الاخوان تبارك الله قرر مزوق زوين تبارك الله الله يبارك. ونستولوا على الثمن ديالو والله ييسر امور. ودعمي السلام عليكم بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك. هذا شاري انت ولا شاري بوعب جليل؟ شاري بوعب جليل. شحال الثمن المشرى؟ 72 المشرى ديالو ما فيها لا وكلاو يا الله يبارك الخوص. 72 3600 درهم الاخوان تبارك الله. راه في جميع المواصفات الاخوان تبارك الله الله يبارك تبارك الله. فرخ مليح الاخوان تبارك الله وزوين تبارك الله اللهم ييسر الله يدير الخير جميع الناس تبارك الله. نطلبوا الله تيسر الخوص تبارك الله الله يدير الخير الله ييسر امور تبارك الله. ودعم الله ييسر. تحياتي خويا الله يجيب التيسير الله يبارك الخوص الله يدير الخير تبارك الله. سلعه زوينه عند خويا محمد تبارك الله اللهم بارك. اسم محمد السلام عليكم تحياتي صحة الجلابية الله يعطيك الصحة. واش غادي دير؟ لا 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 كتستر مزيان داكشي اللي كاين. نعم اخويا الله يعطيك الجلابية تبارك الله. نعم اخويا محمد الجلابية شنو هي؟ هي السترة الصحة الصحة وكلشي واه كون عندك الصحة غاتلبس عاد البالة وراك وراحت البال وراحت البال تكون بخير وعلى خير الله يحفظ اخو محمد. زرة ما شاء الله هذاك الشيء اللي كاين. هادو جملة لا لا ملقطين اخويا. شحال طايحين عليك؟ طايحين اخويا 48 و350 شي 48 و300 و750 ريال. 50 ريال ما غنذكرهاش فهمتي؟ غنذكر لك هذاك الشيء اللي 50 ريال راه غنقولها بسميتو تبارك الله. 2400 الخوت و35 درهم 37 درهم لا 50 ما نذكرهاش. جوج درهم ونص ما نذكرهاش. هذاك الشيء اللي كان ورزق الله. جملين قال 10000. ايوا. 8 الخروف. 20000 درهم قال 500 درهم. ايوا. 20000 درهم. هذا 19000 درهم. لا انا نقولها بعدا راه هما يفهموا. راه المشاهدين راه كيفهموني. هذا الشيء اللي كاين اخويا. جوج ملايين قال 10000 الاخوان اللي مدفوعه فيهم تبارك الله. شحال من راس هما؟ شحال من واحد؟ 8 الخرفان الاخوان تبارك الله. 48 و700 2435 درهم تبارك الله الله ييسر الله يدير الخير تبارك الله. وا خرفان الخوت ملاح. نعم مرحبا الله يلا زوينين ربي يخليك تحياتي امين. لا اله الا الله. وعطينا شي كسوبر بكري ان شاء الله. كسوبر بشا غادي تصب فيه الشتاء. شوف 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 غادي تصب فيه الشتاء ان شاء الله. نطلب الله تيسير. هذاك الشيء اللي كاين. شوف راه لا اله الا الله هذاك الشيء اللي كاين. راه نديرو عليه عندنا ولا الله راه قادر فيه. هذاك الشيء اللي كاين. هادشي راه البلية راه حنا مولوعين بها الحمد لله على كل حال. بنادم من كيخدم في رزقه الحمد لله. هادشي اللي كاين هادشي اللي كنعرف انا. هادشي اللي كاين اخويا عثمان. صافي وما نقولوش على المشاهدين. مرحبا ونذكرهم بالرقم. قول قول. النميرة 06 زيد 22 زيد 41 زيد 21 زيد دوبل زيرو دوبل زيرو دي مع عثمان ولد العربي. سير الله ييسر خويا اسمو محمد. الله يجيب السلامة تحياتي خويا. الله يجيب التيسير. شكرا تبارك الله اللهم بارك الخوت. هذه السلعة زوينة عند ود البر الحالي الإخوان تبارك الله. هذو خمسة غنسولوا على الثمن ديالهم الإخوان تبارك الله ونسولوا على السلع الأخرى اللي عندو الخوت ليه. ودعم السلام عليكم بخير صحيحة ياك مزيان أخويا الله يبارك فيك. هذو بشحال ديتيهم أخويا؟ المشرى 45 الله يرحم الوالدين. هذو الاخوان المشرى 45 2250 درهم الله يحفظك خويا تحياتي مرحبا الله يحفظك. خلف بعتيهم سير الله ييسر. عندهم الشرقي سير الله ييسر تبارك الله اللهم بارك الخوص الله يدير الخير لجميع الناس. 2250 درهم تبارك الله. صافي خلي هذو هنا سير اللهم ييسر تبارك الله. شوفوا السلع الاخرى الاخرى الاخوان تبارك الله. شحال الثمن ديال هذو خويا؟ 51 عطاوكم 51 اللي عطاوكم هذا الاخوان عطاهم 51 2550 درهم. الله ييسر الله يدير في الخير ونطلب الله السلامه وتيسر جميع الناس تبارك الله.
بنادم راه على سبب والكمال على الله خوت. اللي بغى شي حاجه راه غنخلي النميره ديالو، اللي بغى مرحبا. نعم هادو 104، هادو الاخوان 104، 5200 درهم. تبارك الله، الله يدير الخير. تبارك الله. قول اخويا محمد فوق 06 30 76 04 92. الله يسر ود عمي. تبارك الله. ونسول اخويا يونس الثاني تبارك الله على الثمن ديال هذو الاخوان. تبارك الله خويا يونس، كدير صحيح مزيان؟ الله يبارك فيك. الوايد ما جاش؟ لا ما كاينش. شحال الثمن اخويا يونس؟ خويا ريال المشرى 55300 خوت المشرى. الله يحفظك، الله يبارك، الله يعزك. 55300 ريال خوت، 2765 درهم. تبارك الله، الله يبارك، اللهم بارك. الله يسر اخويا، الله يجيب السلامه. تحياتي ندور دروج الخوت السوق ونشوف الثمن. قول 07 77 88 93 47. الخوص الله يدير الخير تبارك الله. وصلوا هاد الاخ الاخوان شحال الثمن ديال هاد الاخوان تبارك الله. اللهم يسر، الله يدير الخير لجميع الناس. ود عمي السلام عليكم، كيداير بخير؟ صحيح مزيان؟ الله يبارك فيك. السلعه شحال اخويا؟ 28 بغينا 28 اللي بغيتي ديال الاخرى؟ 28 بحال 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 الاخوان تبارك الله. كيطلبوا الخوت 28400 درهم الاخوان تبارك الله. الله يسر، الله يكمل بالخير الخوت تبارك الله. حولي الخوت راه زوينه ونقيه الاخوان تبارك الله. يبغى يكسب العيد الاخوان تبارك الله بحال هادشي، راه مزيان الخوت تبارك الله. الله يبارك، الله يدير الخير، الله يسر امور جميع الناس تبارك الله. حوليات راه ملاحات الخوت تبارك الله. الله يبارك، الله يسر الامور، الله يدير لي بالخير تبارك الله. كي جاك السوق شويه اليوم ابن عمي؟ السوق داير يا مشو اليوم ياك، ولكن ما كاين مليحش ماشي هكاك. خاص مالي، خاص مالي. اي والله يجيبهم من الله، يجيبهم من الله. دابا راه الزيتون اللي القضيه دارو، راه الزيتون اللي دار القضيه. اي واش غدير بعد ما يصبر شهرين ولا شهر؟ الله يرحم فينا. كاينه، الله يسر اخويا، الله يجيب السلامه. نضروا الاخوان شنو دوروا في السوق ونشوفوا الثمن. وبشحال المشرى قول لي؟ 600. المشرى 26 و600. الله يرحم الوالدين. المشرى الخوت راه جمله 26 و600، على 1330 درهم في بيوم بجهات الاخوان تبارك الله. والله يسر ود عمي، الله يجيب السلامة. الله يبارك الخوت تبارك الله. تسولوا احمد على هاد ربعة الحولية الاخوان تبارك الله، راه داو معاه هنا تبارك الله، راه داز الحولية اليوم. بلاتي ما نسولك، الخروف في وجهك غالي دزتي الحولية ولا كيفاش؟ السبطري ظاهرة في المشهد تشدد. شحال هادو باحمد هادو؟ المشرى 28، هادو الاخوان المشرى 28، 1400 درهم الاخوان تبارك الله. حوليات زوينات الاخوان تبارك الله، والله يسر الامور تبارك الله. طلبوا الله تيسير، الله يبارك، الله يدير الخير جميع الناس تبارك الله. 28400 درهم الاخوان تبارك الله، الثمن ديال المشرى هذا. الله يسر ابو احمد، الله يجيب السلامه، الله يسر عليك الدرويش. نضروا الاخوان شنو دوروا في السوق ونشوفوا الثمن. الخوص الله يدير الخير تبارك الله. نسولوا السي محمد على هذا الاخوان تبارك الله. السي محمد كيداير؟ لاباس عليك صحيحه؟ الله يحاول مزيان. شحال الثمن اخو السي محمد؟ اخويا عطاونا دينا 28 درهم، ما عطاونا والو. ما عطاك والو. 28 الاخوان تبارك الله، ثمن المشرى الخوت هذا تبارك الله 1400 درهم الاخوان تبارك الله. اللهم يسر الامور، والله يدير الخير جميع الناس تبارك الله. وبنادم راه على سبب والكمال على الله تبارك الله. والله يدير الشتاء ويدير الخير الخوت تبارك الله. اللهم يسر، الله يسر على الجميع تبارك الله. نضروا الخوت شنو دوروا في السوق ونشوفوا الثمن. تبارك الخوت، الله يدير الخير تبارك الله. وصوروا السي سعيد تبارك الله. السي سعيد السلام عليكم، كيداير بخير؟ صحيح مزيان؟ هاني ما جيتيش البارح الموسم؟ لا. ايوا سي، كان معنا السي عامر، كان السي عبد الرحيم. الله يحفظك، تفرجنا البارح. ها الله يتفرجنا بالتفوريضة تبارك الله. شحال الثمن ديال هادو خواص؟ المشرى 25، المشرى الاخوان 25250 درهم تبارك الله. اللهم بارك، الله يدير الخير، الله يسر امور جميع الناس تبارك الله. المشرى الخوت 25 تبارك الله. حوليات زوينات الخوت اللي بغى يخلي من العيد هادو، هادو مزيانات للعيد هادو. ها السمون هي يستمروا للعيد. هاي تبارك الله، هادو العيد الاخوان تبارك الله، اللي بغى يخليهم 6 اشهر بقى 6 اشهر العيد، راه مزيانات ليهم الاخوان تبارك الله. يعلفوا ياكلوا يشربوا، والله يسر الامور تبارك الله. 25250 درهم. سعيد خلي النميره ديالك، قول اخو سعيد. 06 71 29 31 52. الله يستر. واحد السيد راه من بني مزال قال لك راه غادي نسامح معاك عليهم. سير الله يستر. 25000 ريال. اللهم يستر، الله يستر، الله يستر عليك اخويا، الله يجيب السلامه. نضروا الاخوان شنو دوروا في السوق ونشوفوا الثمن.
الله يبارك الخوص، الله يدير خير تبارك الله، ونطلب الله تيسير ونسول هاد الاخ الاخوان تبارك الله على الثمن ديالهم، اللهم يسر، الله يدخل جميعنا. نعم السلام عليكم، كيدير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك، الله يحفظك. شحال الثمن عمي الحاجه هاد وامو؟ هادو 28000. وهذوك الجات اللي عندك في يدك 65. الاخوان هذوك الجات اللي مليين الخوت 65 3250 درهم، وهاد الخمسه الاخوان راه 28400 درهم الاخوان تبارك الله، 1400. اللهم يسر الامور، الله يدير الخير تبارك الله، راه على السبب وكما على الله الخوت، ونقشع عويناتنا ونقشع عويناتكم، والف الف مرحبا بالخوت تبارك الله، الله يسر الله يدير الخير. ابن عمي الله يسر، سي عمر تحياتي، الله يجيب السلامة، الله يسهل عليكم الدراوش، الله يجيب التيسير. الله يبارك الخوص، الله يدير الخير تبارك الله، ونسولوا على ربعة الحوايج الإخوان تبارك الله. ابن عمي السلام عليكم. كدير بخير؟ صحيح مزيان؟ الله يبارك فيك خويا. شحال ديتهم جمل هادو ياك؟ ثلاثة خواتات، وهذيك في الردية، ثلاثة خواتات شحال؟ 33 الوحدة، هادو الإخوان 33 ثمن المشتر الإخوان، هاد ثلاثة الإخوان تبارك الله 1650 درهم. وهذيك الملية المعلم؟ 26. هذيك 26 الإخوان، هذيك راه 26300 درهم. والله ما يستر خويا، الله يجيب السلامة. وهذه هذه الوريدة هذه شحال؟ 32 و400 الإخوان ثمن المشتر ديالها هذه تبارك الله. كيطلب فيها الخوت 35 تبارك الله. الله يبارك الخوت، الله يدير الخير تبارك الله. 32620 درهم الخوت باش مشرية، 32400 كاملة مكمولة، كاملة مكمولة، ما نعاودو الهضرة عليها. والله يسر اخويا، الله يجيب السلامة.